دونك شنو تبقاو ديما في مجال الانثروبولوجيا التاريخيه، ويعني مش تكون المحاضره نتاعي ومداخله هي تكمله لمحاضره الاستاذ الزميل عادل نجيم والاستاذ رياض المرابط، وتقديم ايضا سي جاكوب لولوش لكتابه لتر دو نوبليس دو لا غاسترونومي تونسيان. دونك جو في با ديروجي على ريغ، باش تبقى ديما دونك دون لو دومين دو لا انثروبولوجيا التاريخيه. واخترت في هذه المداخله، هذه انا تو في المداخله الخامسه بمناسبه مهرجان الفلفل الهريسه، اخترت في هذه المره انه نحكي على تاريخ سوق الفلفل. تاريخ سوق الفلفل تاريخ يعني حبيت معناتها موضوع يمس مباشره النوابلية كل تعرف سوق الفلفل، معروف نابل بسوق الفلفل في الوطن القبلي، وعنده يعني حتى سمعة أو صيت عالمي سوق الفلفل نتاع نابل. يجي ولا حتى لي توريست نهار جمعة المارشي يبدو مدان، يعني سوق أسبوعية نتاع الناس كل عندنا اللي باش يزوروا سوق الفلفل. دونك معروف كما قلت، وحبيت نستغل هالفرصة هذه باش نحكي على تاريخ هالسوق هذايا، منذ إن كان فكرة ثم كيفاش تكون وعلاش تكون. والمداخلة مش تتكون يعني من زوز دوز اكس، زوز محاور. المحور الاول يعني التأسيس نشأة سوق الفلفل بمدينة نابل، يعني لماذا هذه النشأة، لماذا فكروا النوابلية في انشاء سوق الفلفل. ثم المحور الثاني مش نحكي على امين الفلفل باهي، اللي شجعني باش نقوم وبتقديم هالمداخلة هذه. الحاجة الأساسية شجعتني هي تواجد بالأرشيف الوطني التونسي لوثائق أرشيفية هامة جدا. وهوني جافي أونشيني معاك سي جاكوب لولوش، أنه هي الأهم يعني هالمصادر هذه الأرشيفية، أهم الوثائق الأرشيفية هي مراسلات. لكن مراسلات هوني اللي عندي طلبة يمكن يسمعوا فيها باش نزيد نوضح لهم انه باش نعطيهم بعض التفاصيل حول هالوثائق الارشيفيه الموجوده في الارشيف الوطني التونسي. هي لا سيري ام ولا سيري بي. لا سيري ام فيها كل مراسلات بين شكون وشكون. مراسلات ما بين رئيس بلديه نابل والمدير العام للامن الداخلي، وزاره الداخليه كما نقولوا اليوم، فهذه في الفتره الاستعماريه، لانه سوق الفلفل يعود الى 1935. تشوف الظروف اللي احاطت بنشأة سوق الفلفل كيفاش تكون، ويعني تشوف يعني كل المراحل اللي مر بها تأسيس سوق الفلفل. دونك السيري ام فيها دي دوسي، فيها كارتون فيه تقريبا ديزين دو دوسي. ثم لا سيري بي كيف فيها ان كارتون، الكارتون هذايا يبدا من 1913 حتى 1950، اسمه جوستيس مسلمان، عدالة إسلامية، ويحكي على أمين الفلفل بنابل، فلفل الشايح. بيقولوا في الوثائق نتاعنا كل نقولوا سوق الفلفل الشايح، ما نقولوش سوق الفلفل فقط. هذه بالنسبة للمصادر، مش عاديكم شوية يعني هالمصادر هذه. فوالا هذه لا سيري ام، سي تري امبورتون باش يعرفوا النوابلية على الأقل وين موجود تاريخنا، وين نجموا نتعرفوا على تاريخ مدرسة فلانية ولا مؤسسة فلانية ولا سوق الفلفل بار اكزومبل. دونك نعطيكم الاكزومبل الموجوده، يعني الوثائق موجوده في الارشيف الوطني، هذه لا سيري ام، وهذوما لي زوتر سيري. فوالا صورتهم جي في اكسبري، على الاقل الناس المغرومين بالارشيف وبالوثائق يعني يعرفوا على الاقل ارشيفنا فين موجود. فوالا دونك اللي باش يخدم على سوق الفلفل الشايح في نابل، فوالا يمشي لي كارتون هذوما، ينجموا حتى يسجلوهم خيان يسالي يتفرجوا فيها. ولا هذوما نلقاو فيهم يعني دي دوسي معناتها اونتي، معناتها دي دوسي كاملين اي سا فورمي دو ديتاي، فيها كل التفاصيل. انا اليوم ما نجمش نعطي في مداخله صغيره في دو 20 مينوت باش نحكي كل شيء، لكن اللي ناكده لكم انه فيها كل يعني مراسلات هذه ما بين تونس ونابل، ما بين ساعات بين القايد والمقيم العام، ما بين رئيس بلديه نابل والمدير العام للامن الوطني للامن الداخلي، يعني مراسلات يعني فيها كل التفاصيل، يعطيو ان فيلم كومبلي، يعني يعطيك الوثيقه يعني مش تبر. نعطيكم بعض كيلكوز ايشونتيون دي اكزومبل، ما نجمش نعطي الوثائق كل، لانه سي دي دوسي معناتها كبار
مش نعطيكم كلكي زيشانتيون باش تاخذوا فكره على الوثائق اللي عندنا حول تاريخ سوق الفلفل. دونك هذوما لي دوسي دارشيف. هذه الوثيقه الاولى. الوثيقه الاولى هذه تحكي على هي مراسله ان فيت مراسله ما بين voilà ما بين لو ديريكتور دو directeur de l'intérieur, directeur, voilà, monsieur le directeur général de l'intérieur au gouvernement, du gouvernement tunisien, où il y a qui m'a le risale hadia li monsieur le directeur général risale ila men arch idli ila la mouch mouchkel hasilo risale mabouthe min al mudir al'am lil amn al dakhili ach fiha الوثيقه هذه فيها قبل ما تطرح فكره انشاء السوق للسوق الفلفل الشايع بنابل يعني الارض هذه اللي خموا اول حاجه فيه مش يعملوا سوق الفلفل يحكيوا على لماذا اختيار هالمكان هذا سوق الفلفل الحالي في نابل اختياره لانه ما نجمش نقرا الوثيقه كل اختاروه لانه مشى يعني في 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 الكارفور ما بين يعني الطريق اللي تهز لشمال الوطن القبلي قريب لبني خيار المعموره بني خيار السمعه تزركه نص القربه يعني في طريق سيركوي بتاع الفلفل جا في الوسط ثم نابل والحمامات بحر قوبه الدرجات جا دونك سي سي معناتها لومبلاسمون نتاعو الي تري امبورتون معناتها الشوا نتاع الموضع يعني الي مدروس كان معناتها الي بيان اتيدي جا في الوسط داكوردو يقول لك في الوثيقه يقول لك سو لو شومان دو كيليبيا اتسيترا القربه فوالا دونك في جا في كارفور ويحكي الارض هذه وثيقه تخص يعني احدى العائلات اللي وقع انتزاع للمصلحه العامه الارض نتاعها هي عائله القوال الوثيقه هي بعثها دونك الديريكتور جينيرال دانتيريور فوالا الى سي محمد العنابي اللي هو كان وكيل ماهوش افوكا تفسر شنو الفرق من بعد ما بين الوكيل والافوكا وما تعرف الهيستوريا ما يقتصرش انه يقرا مش موجود في الوثيقه يحاول ينطق الوثيقه ينطقها في يدوا فير بارلي لو دوكيمون ويفسر دونك الوكيل سي محمد العنابي المكتب نتاعه هو في باب بنات بولفار باب بنات في تونس يبعث دونك كلف انه ينادي يعني العائلة القوال عائلة فوالا لي زيريتي دو فو احمد دي حميده بن طاهر القوال هو اللي كان على ملكهم كانت على ملكهم الارض اللي وقع انتزاعها للمصلحه العامه يعني دي سوق الفلفل الشايع بنابل عائلة القوال وش فيها الوثيقه دي بعثها يعني بعثوا العائلة القوال وكلفوا هو شو الوكيل الوكيل هو العكس محامي وكيل هو وكيل لدى الخصام يقولوا فرنسويا سي مونداتير ان مونداتير اد ليتام يعني وكيل لدى الخصام عندما تكون فما خصومه سي با ان افوكا هو نظير محامي وما عندوش شهاده خلي فرصه باش خلي نحكي شو ما بين الافوكا والوكيل ما عندوش شهاده عنده شهاده فقط في القانون التونسي وماهوش متخرج كبقيه المحامي شو الفرق بينه وبين المحامي انه المحامي هم المحامين الاوائل اللي بداوا لي بروميير افوكا كي اون اكزيرسي في تونس تخرجوا من الجامعات قراوا على مدارج الجامعات الفرنسيه متخرجين من كليه حقوق بفرنسا هذوك سو سون دي افوكا لي بروميير افوكا في تونس نفتح قوس مثال هما سي احمد الغطاس سي المناضل الكبير سي علي بشحامبا الله يرحمهم كل محمد النعمان وصالح العايش هذوما لي بروميير افوكا في تونس شنو هذوما سي دي افوكا وكانوا معناتها تابعين لوزاره العدل الفرنسيه تابعين سكون ابيل لو غارد دي سو في فرنسا اللي وزاره العدل في فرنسا دونك تابعين يعني يخدموا بال 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 سي لا جوستيس فرونسيز الوكلاء الوكيل هو يعني الوكيل هذا الخصام كما هو في الوثيقه هذه هو نظير محامي كما قلت لك ماهوش محامي وله شهاده في القانون التونسي كما قلت ماهوش متخرج من الجامعه الفرنسيه دونك لوكيل سي محمد العنابي وهذوما سي العنابي دو نتاع تونس
هل يمكن ان ينتمي لهم الاستاذ مرحوم سي سمير العنابي، العائله العنابي في المقيمه في تونس؟ دونك المقر نتاعو ببنات هو اللي يتكفل باش نادى لي زيريتي نتاع المرحوم الله يرحمه سي حميده بن طاهر القوال، منهم مرته يعني منانه بن ابراهيم بن من من عائل جنر، وهذه تخص عائلة القوال. الوثيقة هذه كان يسمعوا فيها شو بري باش نعطيها لهم الوثيقة هذه. إلو زونفون شادلية والطيب وحميدة وحبيبة وصلوحة اتسيتيرا. دونك وعمل فريضة، عمل نادى لهم الكل، عمل فريضة باش خرج الباي نتاع كل واحد. والوثيقة هذه بالطبيعة ما نجمش نقف أنا على كل وثيقة نعطي كل المعلومات اللي فيها، لكن الوثيقة تعطي حتى قيمة الأرض، وتعطي حتى أيضا لابار دو شاكيريتي. شوف قداش الوثائق الارشيفيه هذه قداش سافورمي دو ديتاي، معناتها فيها دي انفورماسيون معناتها دون ريشيس انكومونسيورابل، معناتها فريمون كي تاخذ تبحث وثيقه هذه برك تعمل لك اناتيك. فوالا هذه بالنسبه للسوق. الفكره كيف جات؟ الفكره نتاع انشاء السوق انه بدات كفكره، وهذا القاوز هذا كيف في الارشيف الوطني، انه القايد نتاع نابل بعث لي هذايا دو غاستيون سان فيكتور، هذايا سو المينيستر بليني بوتونسييل ديليغي على ريزيدونس جينيرال دو فرانس. شو بعث له القايد نتاع نابل؟ بعث له قال له بار ليتر كذا، قال له نابل اي لو غران. وعلاش القايد بعث؟ لانه التجار والحرفيين والفلاحه والصنايعيه في نابل هما قدموا بالطلب هذايا، والطلب هذايا سنه 1923 منذ سنة 1923 وقع تقديم مطلب للقايد نتاع نابل باش فوالا نابل اللي بدون مارشي. فوالا هذه هي الوثيقة قدامكم. الحرفيين والتجار، دونك تجار فلفل شايح ايفيدامون، والفلاحة قدموا بطلب إلى القايد باش يقوم به، لانه علاش بيحبوا يعملوا سوق الفلفل شايح؟ لانه كثر التجاوزات والمارشي نوار اتسيتيرا. يقول لك على الاقل نحصروا، يولي يعني عندنا فلفل، عندنا مارشي يبدو مدار في المارشي تكون واضحه، والناس كل يعني طبق القانون ولا الاسواق. دونك هذه الوثيقه تعود الى 1923، ويقول له يعني القايد نابل باش يفسر له علاش نابل تستحق مثل هذا المشروع. نابول اي لو غران مارشي دو بيمون دو لا تونيزي، اكبر سوق للفلفل بالبلاد التونسيه. اي سوري نيسيسير كان امين فو نومي كي بويس دوني سون افي سور توت لي كيسيون دو كونتيستاسيون كي بوري اتر سولفي كونسيرنون سيت كولتور اي سو كوميرس. جو نو بوي دونك كو كونفيرمي هوني، يعني الى كوسيوني معناتها فرح الى ابريسي ليدي، دونك وعطى الموافقه نتاعو هذايا اون 23. بقى بالطبيعه ثم اجراءات، وبقى تقريب اجراءات هذه 10 سنين حتى لين. دونك الفكره بدات عام 1923 فكره انشاء سوق للفلفل الشايع، لكن الانجاز صار تقريبا بعد اكثر من 10 سنوات بشويه، اكثر من 10 سنوات اي بلو بريسيزمون 1935 عام 1935 يعني بدات يعني الاشغال رسميا اوفيسيلمون لي ترافو بداو عام 1935. اونتر تان وقع دونك تفكير في انتزاع الارض، اختيار الموقع، ثم انتزاع الارض. والارض كما كنا نشوفوا يعني التابعه، الارض هذه اللي قاع يعني الانتزاعها المصلحه العامه، دونك تعود الى عائله القوال. ولي ترافو بالطبيعه ما بداو الا ما صار ان ابيل دوفر، يعني شو نقولوا انا ابل دوفر، طلب عروض. وهوني طلب عروض يعني موجود كيف في الوثيقه، في احد الوثائق اللي عندي طلب العروض موجود، قامت به قلت لا كومون نابل، بلديه نابل هي قدمت طلب انا ابل دوفر، والابل دوفر هذا طاح في يد 1935 في يد شخص، الشخص هذايا ولا هو جون غوتيلا. جون غوتيلا في نابل يقولوا غوتيلا، معروف دار غوتيلا. وغوتيلا يعني كي تقدم للمزاد طلب العروض هذيا، ويعني كان لوفر تاعو يعني القيمه والقيمه الجمليه الاشغال تاهي بسيم يعني بسرعه، القيمه الجمليه الاشغال تاهي هي 35000 فرنك فرنساوي،
كيم مع قيمة مواد البناء 9440 فرنك فرنساوي، يعني تعطيك كل التفاصيل يعني حتى على القيمة الجملية للسوق. وكما قلت يعني المقاول بناء المقيم بنابل جون غوتيلا هو اللي تقدم، هو سيتاني إيطاليان، قمت بحث لكن بحث ماهوش كافي، معناتها لازم نعمل نوكيت بوليسيه كارمون باش يعني، لكن بصفه عامه اسمعوا فيها قلنا انه جون غوتيلا العائل دار غوتيلا فينا معروفين، قولوا غوتيلا وما غوتيلا سي دي ايطاليان دوريجين سيسيليان. علاش جون غوتيلا علاش يعني تقدم مازال هاني ويمكن نراه زيد يعني وتقدم وتعرف سير يعني تعرف تقدم للمزاد الناس تزيد دونك طاح فيدو هو طلياني مش في نابلي، لانه تصور فما نوابليه فلاحه كبار والا ديزارتيزون كي نجموا ياخذوا يعني يربحوا طلب العروض، لكن عليه ابارمون فما الى توني بون غوتيلا ابارمون حسب ما نتصور حسب ما نفهم هوني يعني قلت لكم علاش المؤرخ يحاول ينطق الوثائق، لانه تقول جون غوتيلا هو اللي ربح يعني الصفقه وخذاه هو للمارشي، لكن سي با بارازار ما نتصورش انه صدفه تقدم واخذ المارشي، لانه تلاين في الفتره هذيك ومن بعد جاوا حتى في ليزاني 40 تلاين يعني تعرف بدات يعني الفلفل علاش شو القيمه بالنسبه اليوم؟ الفلفل يعني بدا الابتكار الفتره هذيك ابتكار نحكيوني مع سي جاكوب دلوش انه بدا الابتكار في 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 الغذاء سورتو على ليزيتاليان بدات خاصة تلاقي بداو ياخذوا سكون ابل لي كونسيسيون دو تونير سيد الطن، والطن نعرف استهلاك الطن في تونس هوني نفتح قوس استهلاك الطن في تونس حتى يعني حديث جدا مش بكري استهلاك الطن يعني وسي لي ايطاليان دونك كان عندهم لا كونسيسيون معناتها كان عندهم يعني لا كونسيسيون معناتها خذاو هما يعني الاسم لا كونسيسيون دو تونير معناتها دونك وبداو يعني ينجوا في في يعني لي برودوي هذوما باز داريسا ولاو دونك يعني يهتموا بالفلفل يهتموا بالفلفل دونك سا سوفوا كو سي كالكان كي تانتيريسي بار المارشي بيمون لو بيمون كما قلت لك فتره نتاع الابتكار وفتره نتاع يعني ولا ان برودوي فار معناتها الهري الفلفل خاصه ولا برودوي فار معناتها ولا في الكوميرس ولا غوتيلا دونك هو اللي خذا يعني المارشي وبدات الاشغال عام 35 و بدات دونك بعد عام تقريبا الفلفل يعني سوق الفلفل ده يخدم 36 ميليو دو 1936 بدات يعني حضر السوق وبدات يعني السوق يخدم على روحه. باهي فما حاجه هامه جدا وتصور يعني الناس كنت تسائل الفتره هذيك قداش الكيلو فلفل وما نبيعوش بالكيلو فلفل في الزارشيف نلقاو يقولوا بالكانتال بيبيعوا ب 100 كيلو ولا يقول لك زوز بالزوز ها بالزوز با هوني لقيت كيف وثيقه ارشيفيه مش هادي طبعا با نقراها يقول ما حطيتهاش تعطي السوق اللي تعطي معناتها في اون بيريود دو غير اون 41 Parmi les documents d'archives, le 30 juillet 1941, le kilo filfil, في سوق الفلفل الشايح بنابل, c'est 3,8 francs français. 3,8 francs français. Il y a des en période de guerre, donc en 41, période de guerre, il y a un arrêt des échanges, c'est la guerre en Méditerranée, Tunis est sous l'armistice, je vais mettre le mot à Vitaro, c'est une période de guerre. Une période de guerre fait Hachni, il y a la hausse des prix, et l'inflation, c'est ma roue. Mais, pour nous, je vais mettre le mot à Vitaro, le fil fil, Vitaro. Donc, nous sommes dans une période de guerre. Je vais mettre le قدرة المواطن التونسي والنابلي بصفة خاصة يعني في 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 قدرته على شراء الفلفل. هوني حبيت نعمل سكون ابيل دي زوردر دو غروندور يعرفوا عندي مؤرخين يسمعوا فيا دونك دي زوردر دو غروندور شوفوا يعني اون كومبار لو بري دو بيمون افيك هاشتي
مع لي زوتر بري دو بروميير نيسيتي و سي با لي موش لي برودوي دو لوكس موش نقارن الفلفل بال 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 بارفان ولا دونك باش نقارنوا مع المواد الاساسيه ومش نقارنوا ايضا مع لو سالير مويان في الفتره هذيك دونك اون في دي معناتها وين نحب نوصل معناتها لي زوتر دو غوندور شوف انه كيسك معناتها الكيلو فلفل والا الكانتال فلفل ولا القلاده فلفل كيسك سا ريبريزونت بالنسبه للبيدجي البيدجي تاع المواطن النادي في مثلا اون 41 اون 41 خذيتو كي اكزومبل نجم نعمل التابلو تاع لي بري على كل حال نو سوم دون اون بيريود دو غير فتره حرب لي بري ما فهم ديما فما اون فلومبي دي بري هذايا سا دونك ما نتصورش انه هي القيمه من الاصليه بالطبيعه مبطون نشوفوا من فما لي ستاتيسيك اللي باش نقدمهم لكم تو انه ظهر فما تعرف في البيريود دو غير ديما فما سكون ابل مارشي نوار مارشي نوار سبيكولاسيون كذا دونك نتصور في الكيلو فلفل اقل السوم تاعو اقل من 3.8 فرون فرونسي 3.8 ما نجمش نقول لك قداش اون دينار تو ما تنجمش تقول قداش 3.8 فرون فرونسي اون 41 قداش اون دينار ما نجموش نصوم دون اون بيريود كولونيال دونك صعيب شويه هذاك ولا فوالا دونك بالنسبه لي نمشي لل لحظه برك هاسيلو اخترت انه باش فوالا الوثيقه اللي مشيت طلعت عليها بتعرف سي با ان دوكيمونتير لكن هو لانوير ستاتيستيك دو لا تونيزي لانوير ستاتيستيك دو لا تونيزي هذايا لانوير عملوا لو سيرفيس تونيزيان دي ستاتيستيك ولي زاني اللي مشيت شفتهم هما لي زاني 40 حتى 46 اش نلقى في لي زاني 40 46 نلقى تو لي برودوي لي بري تاع تو لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي فتره هذيك كل من 41 دونك حتى 46 نلقى تو لي برودوي موجودين كان الفلفل معناتها كان ما عنديش دوكيمون دارشيف هذايا ما نعرفش ماهوش موجود فلفل ماهوش موجود اون ديريك سي با ان برودوي دو بروميير نيسيسيتي قول ايش نلقى نلقى كل شيء نلقى نلقى الخبز الخبز هو 3.3 فرون فرونسي تقريبا نفس سي لو ميم بري سي لو ميم بري كيلو فلفل قد الخبزه نلقى البات اليمونتير كيف بات اليمونتير بريسك 3.5 دو فرون فرونسي البولي لي زو العظم حار عظم لي زو لي زو فوالا حار عظم سي 11 فرون فرونسي نلقى البطاطا نلقى الزيت موجود لي فري لي كونسونتري البطاطا كل شيء تو لي برودوي كل حتى من الكلاص حتى من لو سيل شوكول كل شيء معناتها تلقى لي فيف البواشيش معناتها لو تابلو الي معناتها الي تري لون ما نجمش نعطيكم نقرا لكم ليست الكل دونك c'est une période donc de hausse des prix لكن المهم بالنسبه للمؤرخ هو يشوف يعني الكيلو فلفل هذه هو 3 تقريبا 3.5 دو فران فرونسي كاسكو سا ريبريزونت معناتها بالنسبه باش هوني باش نشوفوا معناتها لو باني دو كونسوماتور شي نجم يشري في الفتره هذيك قفله التونسي شنيا علاش نجم يخلط شي شنيا نجم يشري نلقاو هوني نفس l'annuaire statistique, les prix, le tableau des prix, des produits de première nécessité, ou le tableau des salaires. Tableau des salaires. Regardez les prix. Tableau des prix. Tableau que je vois ici. حتى كل شيء كل شيء العظم لي برودوي دو بروميير نيسيتي هذا تابلو زاد هام جدا بالنسبه للمؤرخ انه يشوف لي سالير لي سالير حسب شفتو مقسم حسب لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل نلقاو من السالير مينيمام للسالير مويان للسالير معناتها الاجر الاعلى ادنى المتوسط ثم واخيرا الاجر الاعلى بالنسبه للاجور الضعيفه اجور ضعيفه وما تعرف هوني فما المشكله اللي يلزمك واحد يرد باله لانه فما
فما مثلا ليزوفريي الخدامه العمال يخلصوا بالساعه يخلصوا بالساعه عكس بار اكزامبل عكس مثلا لي زومبلويي دو تيتولير دو بانك يخلصوا بال يخلصوا بالعام يخلصوا بالعام شفت يقول ا سي اني ام سالير مونسويل و جي معناتها جي سي سي جورنالي فوالا يخلص بيخلص بالجورناطه وهش بالساعه نلقاو بار اكزومبل نعطيكم مثال ما نجمش التابلو طويل خمس ساعه باش دونك ناخذ مثلا مثال مثلا مثلا ماسون بناي البناي باش تخيل ناخذ واحد يخدم بالساعه اخي البناي يخلص بالساعه ياخذ الساعه 3.5 فرون فرونسي 3 فرون اي دمي 3 فرون اي دمي في الساعه دونك بالنسبه للبناي يخدم ساعه باش يشري كيلو فلفل فوالا ولا اكثر شويه من الساعه فما لي حتى لي فوندوز لي فوندور لي بيتريسي لي زومبالور معناتها التابلو طويل برشا فوالا يعني تقريبا تقريبا فما لي سالير لي بلوز الفي فترة هذيك هما فما قيت لي بونكي باغ اكزومبل لي بونكي يخلصوا بالعام سي سي بون يخلصوا برشا على كل حال وزادت في البيريود دو غير يخلصوا تقريبا ما عرفتش وي بانكيجي يخلص بنك 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 فوالا فما لي بروفيسيون ليبرال كيف كيف لي بنك سي لحظه برك لحظه سي 40 وصل في اون 46 يخلص 104 فرون فرونسي مش قلت بون على كل حال يشري مش عادي يشري معناتها بوفوار داشا نتاعو نعرف انه سان بوفوار داشا تري زيلفي دونك بالنسبه لحظه برك دونك فما في البيريود دو غير لي برودوي اللي غلاو لي برودوي اللي غلاو ماهوش الفلفل الفلفل حتى كان غلا يعني الغلاء بصفه يعني بصفه طفيفه لكن لي برودوي اللي غلاو سي با لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي سي جاكوب اللي غلاو لي برودوي اللي غلاو هما لو تابا لو تابا كان 2 فرون و2 فرون و5 محسوب ها ولا 8 فرون 75 بي 40 في البيريود دو غير بي 40 ديما 40 46 اللي غلاو كيف كيف الشراب الشراب غلا برشا الشراب غلا برشا 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 كان ان ان فرون تقريبا قريب 2 فرون الدبوزه الشراب ولات تقريبا وصلت حتى 14 فرون فرونسي معناتها سا وسا دوبل سا تقريبا 15 فوا لو بري الاخرين كل لي لونتي هذوما معناتها العدس والجلبانه والفاف والحمص وكل لي برودوي بروميير نيسيسيتي الحليب الحليب زاد زاد بون من 2 فرون ودمي ولا 6 فرون ودمي العظم البطاطا كيف كيف دونك الارتفاع ارتفاع طفيف لهالمواد هذه دونك ماهوش شكل الارتفاع اللي مشي يعني لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي نون با اللي ظاهر فيهم لي برودوي اللي ظاهر فيهم الترافيك هما معروفين هما لي دو برودوي فوالا هذا هو بون بالنسبه لي هذه بالنسبه كيما قلت لك السعر الفلفل بون نتعداو باش ما يظلي باش نطول برشا موجود فيون دي تون بعد هذيك موجود فيون باش نتعدى باش نتعدى فهمتك عاد باش نتعدى للجزء الثاني والهام لانه هذه كيف كيف وثائق يعني لقيت فيها معلومات قيمة جدا على مهمة وظيفة الأمين أمين السوق وظيفة الأمين وأمين السوق وما أدراك ما أمين السوق سوق فلفل الشايح بالنسبة للأمين كيف كيف في الوثائق الأرشيفية نلقاو وثيقة خاصة أنني تحكي على ولا على الوظيفة الحرفية دي على أمين السوق بالنسبة لأمين سوق الفلفل عنده مهمة يعني المؤسسة الحرفية دي كانت مهمتها كبيرة برشا دونك بالطبيعة اختيار يعني بس قبل كل شيء يعني نحب نذكر انه الوظيفة دي الأمين السوق هي وظيفة يعني تعود للفترة الوسيطة أمين السوق يعني فترة وسيطة يعني اللي كان اسمه صاحب السوق هو اللي هو يعني يقوم بمهمة أمين السوق في الفترة الحديثة مش عدت عليها اليوم وفما كان المحتسب هو المحتسب
هو سي ريسبكتور جينيرال، هو اللي يعني مكلف بكل الاسواق محتسب، لكن صاحب السوق، صاحب السوق هو اللي كل صاحب سوق مختص في سوق معينه. دونك الامين هو صاحب السيرونسيت دو صاحب السوق. بالنسبه لامين سوق الفلفل، امين سوق الفلفل يعني اللي وجدته في الوثائق الارشيفيه هو انه فهناك قبل كل شيء كما قلت اعطي يعني معلومات حول وظيفه الامين وخاصة كيفية اختيار الأمين، اختيار الأمين اللي يمثل السلطة الحرفية بحكم مباشرته لشؤون الحرفة، الحرفة هذه حرفة الفلفل، الفلفل الشايح. الاختيار يعني ماهوش اعتباطي، اختيار يعني دقيق جدا. باش نوريكم وثيقة يعني ونكمل بها، معناتها وثيقة كي معناتها كي غفلت معناتها ليسبري معناتها لامبورتونس اللي توري اهميه الامين ودور الامين في السوق. الوثيقه هذه اللي باش نبدا بها هي وثيقه كيما البلتان نمرو 3، كيما البلتان نمرو 3 بالضبط، تحكي على احد امناء الفلفل اللي هو صالح، هو ابن محمد صالح خلف الله الشعباني. شوف معناتها الامين يعني كثير انكيت كامله عليه، انكيت كامله يعطيك كل الاصل والمفصل يعني من اللي شفته مشي خمدر شعبان وعيد خلف الله. هذه تشوفوا بعد هي اللي مش تورث المهنه دي، مهنه امانه الفلفل. يعطيك حتى اسم الزوجه نتاعه، زوجته خدوجه. ها لحظه برك شوف اسمه لقب صالح بن محمد بن صالح خلف الله الشعباني. مش قدامكم نقرا اللي موجود في دونك مدار شعبان. اسم زوجته خدوجه محمد بركات، عنده ثلاثه اولاد. يحكي عن المعارف نتاعه الشهيد، يعرف باللغه العربيه، يحصل القراءه والكتابه، حسين يعطي كل شيء باللغه الفرنسويه لا يحسن منها شيئا، ما يتكلمش باللغه الفرنسويه، معناتها كل شيء معناتها لا شيء يعني. الخدمه العسكريه لم يباشر الخدمه العسكريه يتجاوز السن، الصحه البونيه صحته مستقيمه وكذا، معناتها حتى من الميتافيزيك معناتها كل شيء. السيره حسنه، السوابق لا سوابق له، الاخلاق حسنه، معناتها يصلح في الاخر يصلح للخطه المذكوره. وهوني اللي يقوم باللونكيت بوليسيير هي كي بلتان نمرو 3 يعني، معناتها هو عامل الوطن القبلي ويبعثوا بها هذه، يبعثوها للوزاره الكبرى، والوزاره الكبرى معناتها في تونس يبعثوا له سكون ابيل سي ليتر داكريديتاسيون، معناتها يعطيه اوراق اللي تعتمد انه يكون امين لسوق الفلفل. واللي يقترحوا يعني يقترحوا الاسم تاع الامين هما، شوف قداش من السينياتور يصحوا عليه، بالطبيعه الليسته طويله برشا ما نجمش حتى نقراها، يصحوا عليه يعني اكبر حرفيين في الفلاحه نتاع الفلفل في الفتره هذيك. معناتها شوف الليست دي سينياتور، معناتها يصحوا عليه تقرير ليسته طويله برشا ما نجمش نقراها، اغلبها من دار شعبان ومعموره. اللي صحوا عليه صحوا على السي صالح خلف الله. دونك بهذه الطريقه هذه دونك يتم يعني اختيار امين الفلفل. وامين الفلفل يعني موجود، يعني المهمه نتاعه تعطي يعني لو رول، فوالا نقرا احد الوثائق تعطيك مهمه الامين، لو رول دان امين اي دو ترونشي لي ديفيرون كي بوف سيلفي دون لي كيسيون توشون لي افير دو سا كومبيتونس، سي اون سورت ديكسبير، سي ان اكسبير اون لا ماتيير، دونك اي دوا donc être payé par affaire.
Et à cette rétribution viennent s'ajouter les frais de vacation s'il y en a. Mais sur le marché, son intervention sera toujours très rare et cela s'explique. Le vendeur ne cède sa marchandise que si le prix offert lui convient et l'acheteur n'achète. يعني اللي تولى أمانة الفلفل هو شخصية مرموقة ومعروفة وموافق عليها من طرف أكبر حرفي الفلفل والتجار والفلاحة والمؤسسة دي لعبت دور هام وهام جدا في تاريخ السوق هذايا والمعلومات يعني كثيرة وما نحبش نطول عليكم برشا يعني هذا هو يعني بصفة سريعة يعني كل ما حبيت تقوله حول يعني المؤسسة دي مؤسسة الحرفية اللي مؤسسته الأمين السوق وشكرا وبارك الله فيكم.